كل همة تساعد غيرها، أمور الخاصة مؤجلة كلها إلى حين ما تكون تأكدت إن حققت ما تريده على الصعيد الاجتماعي. فينا نقول عنا إنها محاربة، ولكن الحرب اللي بتخوضها أهم بكتير من الحروب اللي عم نعيشها بعالمنا العربي. مايا ترو أخذت على عاتقها نشر الوعي على أهمية هدر الطعام، ومن خلال مبادرة فود بلاست عم بتحاول تأمين الطعام لأكبر عدد من الناس. اسمي مايا ترو، مديرة تنفيذية وعضو مؤسس بجمعية فود بلاست. جمعية فود بلاست هي جمعية community based أو قائمة على المجتمع وجهوده، volunteer driven يعني كل شخص بفود بلاست هو متطوع. الهدف من فود بلاست هو جمع أول شيء محاربة الجوع عبر أول شيء تقديم وجبات مجانية للأشخاص المحتاجة، بنفس الوقت نشر الوعي حول النفايات الغذائية وكيفية تخفيف من هدر الطعام بالمجتمع. ليش جمعية فود بلاست؟ أول شيء أنا كتير بحب الأكل، وبنفس الوقت كتير بحب أكون عضو فعال بالمجتمع وساعد الأشخاص المحتاجين. يعني أنا دايماً في قول بستعمله هو lead to serve, serve to lead. في أشخاص بهذا المجتمع بيشوفوا هذه الحاجة بيطلعوا بطريقة أنه كيف أنا في يكون حل أو جزء من الحل اللي ممكن يسد هذه الحاجة. هيك بلشت قصة فود بلاست، إنه في فقر بلبنان، في شيء اسمه أزمة سورية ولاجئين سوريين، هول كلهم عالم فقراء وبدهم ما عندهم يعني مصاري على القد، ما فيهم كمان يدفعوا زيادة كمان تيأمنوا وجبة، بنفس الوقت في كثير أكل عم ينهدر، طب شو بنعمل في هيدا الأكل؟ إنه حرام عم ينكب، فينا نستخدمه لشيء تاني، بركي بدل ما ينكب يصير يستخدم ليتقدم فيه وجبات. مايا بدي احكي شوي عن نشاطكم هون بفود بلاست، يعني اول شيء كيف طلعت معك الفكره؟ فكره فود بلاست ب 2012 كنا عم نفكر انه ما نطلع بسوشيال بروجكت او مشروع على يخدم المجتمع. كنا ننقي نحن مشكله عم بيعاني منها المجتمع اللبناني، في مشكله دائما بيعاني منها المجتمع اللبناني هي الفقر، بالاخص بحبينا نركز على الفقر الغذائي او الفود بوفرتي. وكمان نظرنا كيف الأشخاص عم بيعالجوا هاي المشكلة، ونحن عم بدنا كنا نحاول نطلع بشي حل جديد وبنفس الوقت مستدام، يعني ما بيعتمد على الفنز أو المصاري، بيعتمد أكتر على شيء مثل جهود المجتمع، بحاول إنه يخلي المجتمع يكون جزء من الحل، وبهي الطريقة بيكون الحل مستدام. المجتمع فيه أشخاص وأفراد غير إنه شغلهم الشاغل يروح على الشغل ويطلعوا مصاري، حابين إنه يعطوا من وقتهم هيدا الوقت اللي أوقات كتير قليل بس بدهم يساعدوا غيرهم، كيف أنا فيي ساعدهم وأعطيهم الطريقة اللي بيقدروا إنه أو منفذ لطاقاتهم ووقتهم يحطوا بشيء عن جد بيعمل فرق بحياة شخص. جمعي كل هول الأشياء بكلمة فود بلاست. مايا ترو فتاة بأول العمر مختلفة كلياً عن بنات جيلة، وشغلها الوحيد إطعام أكبر عدد من المحتاجين وعلى مدار السنة. إذا أنت شخص بتحاولي تلحقي حلمك بالحياة دائماً رح تلاحظي أنه كل الأشخاص رح يكونوا ضدك، لأنه كل واحد عنده فكرة أنه هيدا الشيء أحسن لإلك وهيدا الشيء بشوفك فيه، وعادةً ما بيكون الشيء اللي أنت بتشوفي حالك فيه. سو القوة إنك تقدري ما تسمعي لحدا وتعملي العن جد اللي براسك، وهو اللي أنا عملته وأربع سنين صار اللي عم بعمله، الحمد لله أنا كتير ولا مرة بقول كنت رح أخذ قرار تاني، مع إنه دايماً بحس أهلي وأولهم بي بعده لحد هلا بقول لي إنه ليه ما بتلاقي وظيفة؟ ليه إنه بعدك عم تعملي هالشيء؟ هو أكيد فخور فيي، بس بنفس الوقت مثل غير أفراد المجتمع بخافوا أو النجاح لإلهم غير أنا كيف بشوفه. قلنا إنه من ناحية في كتير ناس ما عم بيقدروا يأكلوا عم بيناموا بلا أكل، من ناحية تانية في كتير أكل عم ينكب وهدر قد ما بدك، ليش ما بنجمع هول الاثنين سوا وهيك بنكون عم نفيد الأشخاص المحتاجين ونفس الوقت البيئة، لأنه أنت
عم تخففي من كمية النفايات الغذائية اللي عم تطلع، بما أنه نحن الفكرة كان أنه هيدا الأكل عم ينهدر ناخده ونستخدمه ونعمل فيه وجبات، هالوجبات منوزعها على الأشخاص المحتاجين بمحلات منسميهم سوب كيتشنز، هني مثل مطعم مجاني بيجوا الأشخاص المحتاجين بيتناول وجبة ببلاش. دائماً كان التركيز أنه هاي الوجبة مش بس أنه وجبة عادية، هي كل شيء بيجي معها للوجبة، هي كيف الأشخاص بيحسوا حالهم عم بيتعاملوا بطريقة مميزة، أنه هن مش أنه هي حرام وهد وتفضل، لا أنه تفضل كيفك. سو هي أكتر شيء كنا دائماً نقول أنه الأشخاص يقولوا شو عم تعملوا يعني عم تطعمون، يعني نقول لهم هي مش بس الأكل، ونقول الأكل محبة food is love، ونحن هيدا الأساس تبعنا، فنحن مش عم نعطيهم وجبة أكتر ما عم نعطيهم محبة. فالأكل هو جمعيتنا وسيلة تنحسس غيرنا أنه أنت مهم، إن أنت حدا فيه بحبك. سو أكتر من support للجسم هو الأكل، في support للروح. تالت point اللي هي عبر سنين لاحظتها وقت أسست Food Blast، فكرة كانت أنه بيساعد العالم المحتاجة، بس لاحظت أنه والبيئة أكيد، بس لاحظت أنه أشخاص عن جد عم يستفيدوا هن المتطوعين نفسهم، لأنه بتلاحظي قد إيه هن عم بحسوا عم يعملوا فرق بحياة شخص وفرق بالمجتمع اللي هن جزء منه، ونفس الوقت شخصيتهم تتغير. في ناس يعني كانت مثلا شوي بتستحي صارت كتير open، في أشخاص كانت شوي إنه بتحب تطبخ هلا صارت كتير بتطبخ لأنه صح لها فرصة. سو إنه كتير أشخاص يعني غير إنه بحسوا حالهم عم بيعملوا فرق، كمان عم بمنوا عم يبنوا سكيلز أو قدرات جديدة، مهارات صح. سو كل هالأشياء، فإنه دائما بقول كل شخص بقول إنه أنا كيف في ساعد، كل حدا في ساعد بجمعية فود بلس، هذا الشيء كتير حلو. حتى أوقات بقول لهم إذا بس جيتوا وكنتوا موجودين وحسستوا شخص إنه أنتوا عم تعطوه من وقتكم طاقاتكم، هيدي لحالة بتعمل فرق بحياة شخص. مايا قد ايه عم بتجربي انت بهالسنين يعني توليد اذا فينا نقول او تقود الفريق تبعكم حتى تكونوا توصلوا لهالاهداف هيدي؟ يعني بنعرف انت بعدك صبيه وجان يعني، ويمكن نشاطات الشباب بتكون مختلفه عن اللي انت عم تعمليه، بقى قد ايه هذا الموضوع بتجربي كمان تنشري العمل اللي انت عم تعمليه بين اصحابك، بتجربي تجيبيهم يصيروا معكم متطوعين؟ هو الحلو انه انا ما كثير يعني أنا كتير بحب أحكي عن جمعية Food Blast، وفي كتير ناس بحطوا مايا إيكوال Food Blast، إنه أنا بيسموني Hunger Hero، هو الاسم اللي بنسميه للفولنتيرز تبعنا أو محاربي الجوع، وهي التيشيرت اللي بنلبسها كتير بمشي على الطريق بكون لابستها، بقولوا لي إنه HH شو يعني؟ في سوبرمان وفي فلاش وما بعرف شو، HH أي واحد، بس بقول لهم هيدا مش واحد، ده نحن واسمه Hunger Hero، هو محارب جوع، لأنه نحن نعتبر إنه لما نكون أشخاص عم نعطي من طاقاتنا ووقتنا لنحارب الجوع إنه نحن أكيد أبطال. إلى جانب مايا متطوعين كتار، منهم بدأ العمل معها من البداية ومنهم جديد، والكل يجمع على قدرتها الكبيرة بزرع البسمة على وجوه الناس. صار لي بعرف مايا وفود بلاست من سنة تقريباً، تعرفت عليهم بكذا مطرح، كان دايماً بس يكون في إيفنتس ببيروت، بيروت باي بايك أو كار فري داي، شي مطرح بالأشرفية ببيروت إن جنرال، أو يكون في أي إيفنت كنت شوف يعملوا بيك سيلز وخبار، كانوا هيك شغلة كتير جديدة علي بالأول. دايماً بقول نصيحتي للأشخاص إنه دايماً ما تكون أنت شخص عندك حلم بدك تلحقه، رح تلاحظ إنه أكتر عالم اللي ما بيسندوك هن الأقرب إلك واللي هن أهلك، لأنه دايماً بيفكروا هن بيعرفوا مصلحتك وبيعرفوا شو الأحسن إلك، بس بينك وبين نفسك مثل أنا دايماً بقول إنه أوقات بيصحلك مرة بالحياة إنه تقدر تعمل عن جد الشيء اللي بتحبيه، إذا ما استغنمت الفرصة يمكن تفوتك، فإنه always go for that، دايماً جربي تكوني أول شيء بدي حقق حلمي، إذا ما قدرتي ساعتها شوفي شو في أشياء تانية ممكن عبر تحقيق حلمك. صار
صار year وشوي مع food blast. It was a coincidence actually. كانت صدفة. أمي شافت مايا على التيفي وكانت عم تعمل interview هيك. خبرتني عن food blast وقالت لي تواصلي معهم وخليك تروح تتطوعي. So كتير حبيت الفكرة. أنا طول عمري يعني عندي هالاندفاع هيك قصص. ف that I emailed مايا actually. I searched for her page. I بعت لها email. ومن وقتها بجي يعني كنت انا اول من اول الاشخاص اللي بلشوا هون السوب كيتشن هون باشرفيه. كنا نظفنا المحل كان بعده مش مؤسس ومايا اكيد اشتغلت على كل شيء لتجيب الطاولات وكل شيء. كل شخص بيعطي من وقته وعم بيعطي شيء اهم شيء بحياته غير المصاري وغير الاشياء الماديه. وقتك وطاقتك هن أغلى شيء عندك بالحياة. فلما تاخدي قرار إنك تشاركي هيدا الشيء كتير غالي بحياتك مع حدا خصوصي حدا ما بتعرفيه يعني تخيلي شخص محتاج أول مرة بتلتقي فيه. إنه أنا بحس هو العالم عن جد كتير مميزين وهن اللي بيعمل فرق بالعالم والعالم بعده ماشي من ورا هيك عالم صراحة يعني هن اللي بيعطوني دايما أمل أنا كمل. لأنه أنا في كتير أوقات عن جد إنه بقول خلص ما بقى فيه لهون كتير بتعب بس لما أشوف إنه الشيء اللي أنا كنت جزء من إنه يبلش عم بيعمل قد إيه فرق بحياة العالم المحتاج والعالم اللي عم تساعده على المحتاج والبيئة قول إنه لا أكيد ما في يوقف هون. وأصلاً هيدا الشيء ما بيوقف لأنه رح يكون دائماً في هدر أكيد دائماً رح يكون في ناس محتاجة وبنفس الوقت أكيد حيكون في ناس بس حابين يعملوا فرق وأنا عم بعطيهم الطريقة تقدر يعملوا هالشيء. أبداً أبداً الشخص وقت بده يعمل الشيء اللي بحبه ما ييأس ما يقول أنا خلاص وقفت هون. دائماً جربي ودائماً عارفة إنه حتى مع مرور السنين رح تلاحظي إنه أشخاص اللي كانوا يقولوا إنه ليه عم تعمل هالشيء صار يقولوا إنه نيالك ويا ريت نحن كنا هيك عملنا الشيء اللي بنحبه بدل ما رحنا على الشيء السهل والشيء اللي عن جد بيطلع مصاري والشيء السيف. لأنه الأشياء عن جد أنا بشوف هي وبتعمل فرق هي الريسكي الخطرة مش سيف مش الآمنة والطرق العادة اللي بتعمل تغيير بالمجتمع هي الأقل أشخاص أخدينا. وأنت دايما أنا بحس أنه أنا كتير أول شيء لكي أو محظوظة لأنه قدرت أعمل شيء اللي عن جد بحبه وما سمعت لحدا وهو بده جرأة وشجاعة لأنه في كتير تضحيات ما بخبرك قدي بس اخر النهار دايما بتقولي انه ولا مره بندم انه اخذت هالقرار. فانه ايه تتعذبي بس اخر النهار دايما بتحسي انه انت اللي عم تعملي شيء كثير مهم والاهم انه مش بس عم بيغير حياتك عم بيغير حياه الاشخاص اللي حواليك. انا صار لي تقريبا بس شهر مع فود بلاست. جيت كم مره بس على الساتردي سوب كيتشن تاعنا وشاركت بالبيك سيل اللي عملناه بالجميزه. تخيلي انت ما عندك اخر الشهر معاش في كثير ناس بيتلبك انه شو كيف تدفع عادي ما بتظهري ما بتشتري اشياء يعني انا اي ستيل بعدني بعيش مع اهلي وهو كمان بحس تضحي بالنسبه لي لانه انا شخص بحب يكون عندي حياتي الخاصة بس إنه بدي ضحي بهالموضوع. وكمان وقتك منه إلك مثلا أنا كل وقتي فود بلاست رفقاتي بكون صار لي 100 سنة مش شايفتهم إنه تعال نظهر بقول لهم ما في ما معي وقت بدكم تشوفوني وتعالوا تطوعوا. في كثير عن جد بيكونوا هيك إنه أوكي بنجم نتطوع لكن إذا هيدي الطريقة الوحيدة اللي فينا نشوفك فيها. وكل دائما السؤال أول سؤال بس حدا يشوفك إنه كيف الحياة جاوب إنه فود بلس عم ماشي حاله هيك إنه دائما إنه هلا أصلا رفقاتي دائما بس يشوفوا شيء خاصه بالنفايات الغذائية أو فود بلس دائما بيعملوا لي تاج. بحب كيف إنه بيصيروا إنه يعملوا لينك بين شيء خاصه بالشيء اللي عم بعمله أنا. هذا شيء إنه عن جد صاروا خلص الناس دائما يعملوا لينك معي وحتى هانجر هيروز يعني هلا كثير عالم ما بعرفها على الطريق بيكونوا شايفين مثلا على فيسبوك هيك بيقولوا هي انت تبع هانجر هيروز انت اللي شفتك على التي في انتوا اللي بتساعدوا العالم الفقراء كيف في يساعد. كثير بحب هيدا الشيء انه نحن عم نعمله خلص بلش يوصل للعالم
والحلو انه ما نحن عم نحكي الناس عم بيعرفوا عنا وهيدا الشيء كثير مهم، يعني عم نقدر نوصل للعالم. كلام مايا عن الحياة وأهداف الحياة بخليك تفكر كتير وبخليك تسأل حالك كيف ممكن تكمل حياتك بعد ما تتعرف على هيك أشخاص. قدرت تنبسطي بس يصير في علاقة بينك وبين هالأشخاص اللي عم يستفيدوا من هالوجبات هيدي؟ شو بتحسي بس يجي حدا هيك يكون استفيد من هالوجبة إجا مثلا شكرك؟ أكتر شي بحب بفود بلاس هي لانه نحن بنقول انه نحن ما عم نقدم بس وجبه، بس كل شيء مع الوجبه هو اللي عن جد بيعمل فرق، لانه نحن مش اول عالم ندعم العالم. وفكره كمان ليش فود بلس بلش هو انه لاحظنا انه الناس بس بيهتموا اكثر بالاعياد، يعني بتحسي برمضان كله بيصير بده يساعد ويطعم العالم المحتاجه، بكريسماس او الميلاد كمان نفس الشيء، تعالوا نجمع اشياء تياب العاب. وانا صرت اقول انه لحظه هول العالم انه شو كل اشهر السنه البقوي خلاص بيمشي حالهم، ما بدهم تياب، ما بدهم العاب، ما بدهم ياكلوا، صاروا بطلوا فقره وجعانين. مع الوقت عملت لهم لايك اون ذير فيسبوك بيج وصرت اعرف اخبارهم اكثر، ايفنتس وهيك. ومن سنه مع الوقت بلشنا بهيدا السنتر، من سنه وشوي اذا بدك بلشنا بهيدا السنتر. جينا كان اتوز ا بيج ماس، حولناه لصار مطرح حلو ولذيذ، بيجوا الناس بياكلوا بينبسطوا اتليست مره بالجمعه. انه نحن بنقدم وجبات كل السنه وهيدي الوجبات دائما موجوده، لان في اشخاص دائما مستعده انه تعطي من وقتها، وهي أهم شيء. وأنا بحس إنه الشخص اللي بيجي لعنا دائما بيقول لي إنه أنتوا أكلتكم كتير طيبين، بس إنه أنا بيجي كرمالكم، هيدي كتير بتعمل فرق. ودائما بقول على الفولنتيرز، لأنه كل واحد بيقول لي إنه بدكم مساعدة، عايزين حدا، بقول لهم دائما عايزين حدا، لأنه كل حدا عنده دور. يعني تخيلي إذا عندك مثلا عزيمة، في حدا يطبخ بس ما في حدا يحط صحون، ما في حدا يسكب، فإنه كل شخص عنده دور. وفي اوقات بس اشخاص يعني بيكون تجي لعنا، واللي هو دائما بقول انه الفقر اللي هو الفقر الحقيقي لما تكوني فقيره من ناحيه المحبه، انه يعني ما في حدا يحبك، ما في حدا يهتم فيك. كثير الناس اللي بيجوا لعنا يمكن معهم انه يعني ياكلوا شوي مش شيء مهم، بس بيجوا كمان كرمال الجو، لانه بحسوا انه والله انا محبوب او في حدا يسمع لي. مايا إنسان بعقد عن جد، مجرد ما أنه عندها اندفاع أنه تساعد العالم مش بس برمضان أو كريسماس، يعني هايدي الأيام نعاتهم أكثر شيء نتذكر فيها العالم الفقرة، طلعت بهالفكرة أنه لا، العالم فقرة كل يوم خلال كل السنة، فليش ما منساعدهم كل يوم؟ فهذا الشيء عن جد كتير حلو وكتير كتير هينة أنه تنضمي لفود بلاست، وكتير مايا بتعمل يعني هالجو المريح أنه دغري تنضمي إلهم. أكثر شيء الختيارية إذا بتلاحظ كثير بحبوا يحدثوا ويقولوا عن كيف كانوا، بحبوا حدا يسمع لهم كمان. إيه بحبوا كثير حدا يسمع لهم، وقليل حدا يسمع لهم، والعالم إنه عايشين لحالهم. وفي منهم كثير إنه كثير ختيارية لدرجة ما فيهم بقى يطبخوا، بينبسطوا إنه في حدا من يطبخ لهم ويحدثهم. دائما بركز على هيدي الناحية، إنه الشخص وقتها انت عم تقدمي له، حتى ببيتنا وقتها نحن نجتمع بالبيت او مع رفقاتنا تحسي دائما في اكل. غيرت حياتي كثير من بعد ما اشتركت مع فود بلاست. لا بس عن جد بنبسط كثير بس نجي، واللي بيجوا بياكلوا بينبسطوا كمان كثير. خلينا مايا. بتلاحظي كمان، واللي انا لاحظته انه على الاكل كل الاشخاص بينسوا هن من وين وشو بيعملوا، لان كلنا بنصير ننسى هالامور. حتى نحن بس يجي حدا لعنا ما بنسال انت مين، او لانه في كثير ناس بيسالونا انه مين بتساعده، او كيف بتعرفوا انه هيدا الشخص محتاج.
أول شيء نحن نساعد الكل، ما في تفرقة وما بنسأل أنه الشخص المحتاج ما حدا حيسأله أنت محتاج ما بقى إنه، لأنه أكثر من غير محتاج بس للأكل، هو الأشخاص كمان محتاجين لحدا يسمع لهم ويكون حدهم، هيدا الإيموشنال سبورت ما بتلاقيه وين ما كان. سو حلو إنه نحن بالإضافة للوجبة نقدر نعطيهم هيدا الشيء كمان اللي أنا بعتقد أهم من فوق الأكل. صح. الحلو بفود بلاست انه مش بس على العيد، على عيد الميلاد وعلى رمضان مثل ما كثير ناس بيعملوا بيفكروا بالناس، انه هول الناس على العيد مهم مفكر فيهم، بس كل الناس عندهم 365 يوم عندهم مشاكل انه ما يكونوا عم بيأمنوا اكل منيح، فكل واحد في ساهم قد ما بيقدر، يمكن بوقته، يمكن بيجيب شيء، يمكن بيعمل شيء ببيته. الحلو بفود بلاست انه ما بدك تكوني انت عندك كثير مصاري لتساعدي، لا، فيك تعملي كيك ببيتك، فيك تجيبي مي، فيك تجيبي خبز، فيك تجي تعطي وقت بس اذا انت ما عندك كاش حتى تساعدي. مايا، قد ايه تربيتي انت على هول الاشياء؟ يعني قد ايه تربيتي حتى تقدري تكوني اليوم بهذا المكان، وحتى يعني كثير ناس يحكوا عنك ويحكوا عن اللي انت عم تعمليه وتنالي جوائز وتقديرات؟ بقى اكيد هذا الشيء نابع من زمان، يعني حتى يكون عندك هذا التفكير، فخبريني كيف كانت تربيتك بالبيت؟ قد ايه كان مهم هذا الشيء عندكم بالبيت؟ انا متذكر انه انا من عمري 16 كنت اتطوع، ولا مره تخيلت انه انا شي نهار رح يكون عندي جمعيتي، كنت دائما اكون متطوعه بجمعيه، فتخيلي هلا انه عندي جمعيتي وعندي متطوعين تحت ايدي. بيستنى 4 سنين صار قاطع اكثر من 1000 مينيموم، يعني فولنتير او متطوع. حلو كثير لانه بحس انه عم بقدر شارك وبفهم على العالم اللي بيجوا لعنا تيتطوعوا، لانه في كثير ناس انه ما بعرف، في ناس اللي ما تطوع ما بيقدر يعرف هيدا الاحساس اللي بتحسيه وقت تتطوع، هو احساس كثير حلو من جوا. الجروب كله سوا على بعضه، صرنا وان تيم، يعني صرنا اصحاب كلنا مع الوقت، نتلاقى مره مرتين بالجمعه. هلا انا صرت اشتغل برا، قبل كنت اجي اكثر، كنت اكتف اكثر، هلا صرت بشتغل برا بدبي، فكمان صار لي فيو دايز جاي وجيت حتى اسلم، اشتقت لهيدا الجو، يجي ناس ياكلوا مبسوطين، هيك بتحسيهم بيرتاحوا مش بس للاكل، انه في حدا عم يهتم فيهم، هاي الفكره، مش بس انه ياكلوا، انه بحسوا حالهم احسن، بس يلاقوا انه في ناس عم تسال بعد عنهم. حسي انه عن جد انا اليوم عملت فرق، مش كثير ناس بيعرفوا شيء، يعني قبل ما يتطوعوا كثير ناس بحسونا انه انا بالاخص انه في يكون عندي وظيفه ومعاش وبيت وسياره، انه شو عم تعملي؟ عم تهدري حياتك؟ انا الجمله كثير ما بحبها، انه عم بتضيعي وشو درستي؟ عندك شهايد؟ انه رح يفتشي على شغل طلعي مصاري، شو عم تعملي؟ عن جد انسان كثير حلو تتعاملي معه، وكثير بحب يعطي من قلبه، وعن جد مكيسه كل حياتها تطوع لتعطي العالم، ومجرد ما انه تشوفيها انت كمان حتى لو بتحبي بتصير بتحبي اكثر انه تتطوع للعالم. وهي كتر خيرها بلشت فود بلاست وتخلينا نحن نجي نساعد ونحن ننبسط، واللي بده يجي ياكل كمان بينبسط عنا. السوسايتي كلنا هيك لازم نهتم ببعضنا، يعني من هالمنطلق فود بلاست شغله ناجحه انا بلاقي، وبشجع كل الناس بيضل في طريقة يساعدوا فيها، أو بوقت أو أو ماني وايز، أو بيضل إلا ما يلاقي الواحد طريقة إنه يساهم فيها. إنه هو العالم ما بيفهموا أنا كتير اللي عم بياخده منه شيء مادي وهو معنوي، بس بالنسبة لي الفاليو أو القيمة اللي بحطها هيدا الشيء كتير أهم من المصاري. دايما بقول انه المصاري مش الشيء اللي بيسعد الاشخاص، ومش اذا اشتريت اشياء، في اشخاص بحسوا اذا اشتروا اشياء بينبسطوا اكثر، انا بالعكس بحس كل ما بقدر ساعد اكثر بنبسط اكثر، ف اتس ديفرنت. هو دايما بقول النجاح شيء ريليتيف او نسبي،
وكيف بنقيس النجاح بالمجتمع. يعني انا بالنسبه لكثير اشخاص ماني انسانه ناجحه، لانه ما عندي وظيفه وما عندي معاش وما عندي سياره وما عندي بيت، ما عندي شيء. اذا بدنا نطلع عن جد ما عندي شيء. انه شو هال، انه حدا عادي بيقول لي شو هالانسانه الفاشله انه ما حققتي شيء. بينما اشخاص البقوي اللي هن مثلي، انه النجاح اللي عملته باربع سنين اكثر من 260 الف وجبه توزعوا على ألوف الأشخاص بمساعدة كمان ألوف الفولنتيرز بفترة قليلة وبلا مصاري وبلا ما نعتمد على حدا غير على نفسنا ووقتنا. إذا بدي أحكي عن مايا، مايا حدا كتير لذيذ. هي إذا بدك فود بلاست ناجح because of مايا أنا برأيي، يعني أنه هي عندها يعني رفيقة مخدومة وكاركتر وبوزيتيف، هالبوزيتيف انرجي اللي عندها اياها يلي بتحوله للجروب وبتحوله للناس اللي عم نستضيفهم، وكيف بتضلها تركض هون وهون وين ما كان. لانه بتعرفوا نحن جروب صغير عندنا كثير اشياء نعملها، بدنا نجيب اغراض، بدنا نروح، بدنا نجي، كل مره عندنا ايفنت شيء حتى نجمع مصاري. فمايا حدا كثير فظيع، يعني بس تشوفوها بس تشتغلوا معها بتتعلموا كثير. نحن بنجرب قد ما فينا نكون رحبين مع الجيست اللي بيجوا لعنا نحن، وبنطلب بنسال شو بدهم وكل شيء، يعني كانه عم جايين على مطعم عنا نحن، مش انه جايين بس نطعميهم ونمشيهم. سو بدنا نطعميهم وبنسالهم شو بدهم وبنعطيهم كل شيء بدهم اياه وهيك بنخدمهم يعني بيسكلي. بقول لها انه ميرسي كثير انه عم تعطينا هيدي الفرصه ان نكون ناس فعلا عم نشتغل لشيء نحسن مجتمعنا، وانا بنحبك كثير. في ناس بحبوا يعني بيجوا لطريقه التعامل عندنا، مش بس انه بس جايين ياكلوا، انه بيجوا بيكون ما عندهم انه عايزين كونكشن ايموشن. إن شاء الله كتير يكبر هالجروب، وبشوفه عم يكبر يعني، وحتى نضل حتى تضلك أنت مايا تلعبي هالدور يلي ناجحة كتير فيه. You are great. بعتبر هيدا كتير سكسس، وغير الأكل اللي كان رح ينكب وقدرنا نحن ناخده ونستخدمه بتحضير الوجبات. لأنه أنا بالنسبة إلي وهو كتير في ناس عن جد، هولي الجواز هولي من ورا ناس كانوا بنهار مطرحي وكانوا يعرفوا شو يعني الواحد يعطي من حياته لغيره. هو انت بالحياة بقولك دايما في calling، او انت بتحس انه هيدي رسالتي. انا هيك حسيت رسالتي انه ساعد غيري، والطريقة بتختلف كل مرة شكله. هلا it's true food بس يمكن بعدين عمل ساعد غيري بس طريقة تانية. كنت ببرنامج ريالتي تي في شو اسمه الزعيم، هو برنامج سياسي. كان كل جمعة عندنا تحدي سياسي وتحدي ليدرشيب. اللي تعلمته من البرنامج من أشياء أساسية، أول شيء إنه كيف تحكي مع العالم غير إنه بس طريقة كيف تقدمي نفسك. أنا لاحظت إنه الأشخاص اللي بالسياسة عادة بيحكوا بالفصحى، كان كتير حس إنه هيدا الشيء غلط. وقتها كنت بالبرنامج شددت كتير انه الشخص اذا بدي احكي بدي احكي باللغه العاديه العاميه بسموها. كتير ناس حبوا انه والله مش معودين حدا يحكي باللغه العاميه، عاده الشخص السياسي بس يطلع بلش يحكي فصحى وهو كتير شيء مهم. ناس ما حبوا انه قالوا لا لازم تحكي فصحى مبين انك شيء مهم وهيك. هالاشياء كمان لاحظتهم انه اشخاص لما بدك انت تمثليهم لازم تحكي لغتهم، هي واحد.
ولما بدك الاشخاص يعملوا شيء لازم تبلشي بنفسك تكوني قدوه. هيك بيقولوا دائما الواحد عنده قدوه بالحياه، وهو قدوتك لازم تكون نفسك. يعني الشخص اذا بدي اقول للعالم مثلا، دائما كثير بكره لما حدا يكب شيء خصوصا من الشباك. مرة وقفت، يعني كنا واقفين بعجقة وحدا كب من الباص شيء، نزلت من السيارة من السيرفيس لميتها كبيتها وسكرت الشباك، رديت لهم اياها العادي. يعني فهيدا شيء مثل كان وقتها تقول لي اختي انه شو عملتي شو غيرتي، قلت لها هيدي شيء الحادثة اللي صارت بحياة هالشخص ما رح ينساه، يمكن يبطل يكب يمكن لا، بس رح تعلق براسهم. والشيء اللي عملته انه ما حكيت، عملت فعلت، وهذا الشيء كثير بينقص بلبنان، انه كثير في حكي قد ما بدك بدنا ونعمل ونسوي، بس فعل فعليا على الارض ما في شيء. دائما الشخص اذا بده الناس توثق فيه لازم يفعل. بعد ما خلص البروجرام وربحت قدمت على الانتخابات النيابيه، بس للاسف تاجلوا على وقتي. صرت كل ما اشوف حدا يقول لي انه شو صار ما عملتي شيء، طلعتي ما عملتي، وليه ما عم تطلع على التلفزيون تحكي وهيك، بقول له انه في كثير ناس عم تحكي انه انا جربت افعل، وكيف هو ثرو الجمعيه فود بس، لانه حسيت انه اقعد احكي سياسي ما رح يفيدني شيء، ما رح اوصل لمطرح، بالعكس خليني اعمل بوقت شيء مهم ومفيد، وقت يجي وقت الانتخابات برجع بلش من اول وجديد. يعني فلاحظت كلهم اللي معي بالبروجرام دائما يطلعوا على التي في يحكوا هيك، والباقي يقولوا ليك رفقاتك عم بيطلعوا وعم بيبينوا، ليه انت ما انت كنت قويه وشاطره. قلت لهم انه اذا بتعرفوني بتعرف انه مش رح اطلع اقول لاقول، بدي يكون عندي شيء اقوله، قد مومنت ما عندي شيء اقوله، فعم بعمل اشياء اكثر وهي انه ساعد الاشخاص المحتاجين. أنا كتير بوصل على لحظات خلص بقول لازم، لأنه لما تعمل الشغل اللي عم بعمله بيصير تقولي إنه حياتك منا إلك، لترمي منا إلك، صارت هي متعلقة كتير بالأشخاص اللي عم تساعديهم، الأشخاص اللي عم تشتغلي معهم. سو كل قرار تاخدي ما بقول آه مايا بدها هيك، مايا وغيرها شو كانوا أخذوا قرار بهاللحظة أو شيء. سو دايما وهي شيء كتير حلو بحياتي إنه أنا حياتي الخاصة قرارات اللي باخدها كتير كتير مجنونة، ما خاصة يعني بروح هيك مثلاً بدي سافر بسافر ما بفكر حتى، ما بيكون عندي خطة ولا شيء، بروح وبستكشف. بس وقت يصير الأمر خاصه بفوت بس لا دائماً بفكر إنه إذا أخذت هالقرار شو رح يصير ومين رح يجي، أو كتير بفكر لأنه بقول إنه هيدا الشيء اللي عم بياخد القرار منه متعلق بس فيه بالأشخاص اللي حوالي، وهن نفسهم الاشخاص اللي بيخلوني كمل. اكيد دائما بقول انه انا اذا وقفت مش انه مثل واحد ترك وظيفته اوكي عادي بيرجع بفتش على وحده ثانيه، ما صار شيء شركه بتلاقي حدا غيره. ات ذا مومنت بحس انا اذا تركت يمكن فودلس عن جد يوقف، لانه بعد ما لقيت شخص عنده هالقد شغف مثلي مستعد يترك كل شيء كرمال بس انه يضبط امور الجمعيه اللي هي بدها كثير وقت على فكره. بس انه بلاقي كثير عالم يعني كيف انا بكون انسبيريشن لغيري، غيري بيكون انسبيريشن الي. هي اشياء بالبروجرام الزعيم اشتغلت كثير عليهم، بطلت احكي انجليزي لانه مش حلو مش كل الناس بيفهموا، بس ابو زهر بس هلا رجعنا مش بايدك. سو في كثير ايام بحس انه تحسي انه رح تستسلمي لانه في كثير ضغط وانت شخص واحد، بس اللي بيمنعني دائما هن الاشخاص اللي بساعدهم اكثر من هيك المتطوعين نفسهم، لانه مثل ما انا بلهمهم هن بيلهموني اكثر. ودائما بقول لهم دائما لما احكي عن فود بس يقولوا انه 4 سنين وبعدك مكمله، انه كيف انه فولنتير صراحة المتطوعين هن نفسهم انه بس شوفهم قد ايه عم ينبسطوا لما يرجعوا. في كثير ناس عم بشوفها بكيف عم تتطور كشخصيتها عم تنبنى وكيف عم بحسوا حالهم انه من ورا ما فاتوا. مثلا في كثير كانوا يروحوا على المطاعم لنقول وياكلوا ويبقى اكل بالصحن وكان شيء عادي ويدفعوا ويفلوا،
بعد ما فاتوا مثلا على فود بلاست تغير الموضوع، صار انه اذا بقى اكل لا بليز بدي اخذهم معي على البيت، صار في توضب ليهم يكونوا مع رفقاتهم يقولون لرفقاتهم. هول الاشياء الصغيره اللي انا بعتبر هي دائما الاشياء الصغيره اللي بتعمل فرق كبير. فانه هول بس اكزامبل صغير عن كيف فود بلاست مثلا غير بحياه شخص من المتطوعين. ولما اشوف انا هالشيء فانه اقول عن جد يعني لولا فود بلاست كانوا بعدهم عم بيهدروا اكل، كانوا يمكن بدل ما يجوا يتطوعوا شو بعرفني على البحر. يعني انه في كثير اشياء في الاشخاص خصوصي الشباب، بس انا دائما بقول ما مش بس الشباب اللي عم بيتطوعوا، عنا اولاد من 6 سنين تطوعوا معنا، وعنا حدا كان 60 سنة عمره كمان عم يطبخ معنا. فحلو كمان بالجمعية مين ما كان فيه يتطوع، لأنه دائما بيسألوا إنه أنا مثلا هديك النهار حدا عم بيقول أنا بعد من 16 عمري إنه فيه يتطوع. قلت لها أكيد إنه عندك شغف بتحبي تساعدي غيرك، بتحبي تطبخي تقدمي أكل. قلت لها إيه؟ قلت لها خلص هول هن ضحكتي كيف ماشي حالها مبتسمة. اوقات بيقولوا لي انه شو بجيب معها، بقول لهم جيبوا معكم ابتسامتكم، انه بيضحكوا شو ابتسامتي شو هيدا. بقول لهم ايه انه عن جد سيريسلي بتفرق، اذا انا قدمت الصحن عادي واذا قدمته مع ابتسامه صدقيني بيعمل كثير فرق. وحتى اليوم يعني في شخص كان قاعد برا عاملين نحن معكرونه، قام هو ما بحب المعكرونه، قام قلت له انه سوري معكرونه يعني وهيك. قال لي بالعكس انا اصلا ما بجي للاكل، بجي لانه بحب شوفكم وهيك، وبلش يبوسني انه هول العالم كثير بعقده، لانه بحس انه عن جد. وحتى هون يعني وين صورتهم يوم اول ما بلشنا من سنه كان يجي بس 4 اشخاص. يمكن لو حدا تاني كان كثير بهمه انه بس يطعم العالم كان وقف، كان قال لي شو 4 اشخاص ما نجي كرمال 4. صرنا سنة وهلا صار بيجي شي 50 وقت أكتر. سو هي الواحد كمان بيتعلم الصبر، إنه لازم واحد يصبر على الشغلة لعن جد تشوف النتيجة. قدي في كوميتمنت التزام من قبل المتطوعين إنه لكل سبت يجوا لثلاث 4 ساعات، هيدا الشيء كتير بفرحني وبيخليني أمشي أكتر بالموضوع اللي أنا عم بعمله بالجمعية. همين الأشخاص اللي عم يستفيدوا قدي عم ينبسطوا، لأنه هو العالم عن جد دايما بقول مش بس جعانين، كمان ناقصهم محبة واهتمام. كتير أسباب يعني، وهولي دايما كل ما أوصل لمرحلة إنه أقول لا أنا كتير تعبت ولازم اهتم أكتر شوف حياتي أنا كمايا، بقول لا، لأنه إذا كل واحد وقف بس فكر بحياته ما حدا بقى بيعمل شيء لغيره، وحياتي عادي يعني بتنطر. إنه الحياة هي عبارة عن جيرني أو رحلة، مش مهم كتير الديستنيشن أو يعني ونقطة الانطلاقة، كلنا ننطلق من مطرح بس نقطة الوصول بتختلف. أنا أعتقد إنه الحياة فيها نقطة انطلاق ونقطة وصول، بس الدرب اللي بتاخديه هو اللي بيختلف عن غيرك. في ناس بتحب تاخد الدرب الدغري المريح المعروف إنه أنا طريقي من هون لهون، في ناس بتحب الطريق العوجة، أنا العالم بحب الطريق العوجة بحسها هيك بتاخد وقت أكتر، بس إنه بتتسلي بتكتشفي اشياء كتير من خلال يعني تاخدي زواريب والزاروب يودي لزاروب، بس بتوصلي. بس بالنهاية دايما بقول انه مش مهم الحياة نوصل، هي كيف نوصل والطريق اللي اخدناها قديه تعلمنا منها وقديه نحنا كشخص كبرنا وتغيرنا، لانه كل زاروبة بتعلمك شيء عن نفسك اكتر من عن غيرك. وهيك الشخص بالحياة بتعيشي مرة، فانه كثير مهم الواحد بهالمره اللي بتصح له انه يعيشها مثل ما هو بحب، يعني مش مثل ما غيره بحس لازم يعيشها او مثل ما لازم كلنا نعيشها، لانه هي الطريق الصح. ما في طريق صح وغلط بالحياه، في طريقي وطريقك، سو جربوا قد ما فيكم تاخذوا طريقكم الكم. هيدي كانت قصة مايا ترو النشطة، يلي من خلال عفويتها وضحكتها وقلبها الكبير قدرت تجمع حواليها مجموعة من المتطوعين اللي عم يشتغلوا سوا لزرع الأمل بقلوب محتاجة.